نبتدي كده. بسم الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهارده جوايز، فعايزاكم تنصحوا كل كلمة هقولها عشان هسأل عليها وتاخدوا جوايز، ماشي؟ نبقى كده ايه قاعدين صحصحين. عنوان المحاضرة ازاي احل المشاكل. انا طبعا مش هتكلم في موضوع المحاضرة، عمري ما بتكلم في موضوع المحاضرة. ازاي نحل المشاكل هو اصلا رقم واحد، ايه اللي بيجيب المشاكل؟ يلا عشان انت عارفه انكم اساتذه، ايه ممكن يجيب مشاكل بين المراه والرجل؟ انا مش جايه اقول بتاع وتسمعوا اليوتيوب مليان، الدنيا مليانه، احنا جايين نتفاهم. ده الواحد بيحبه في المحاضرات المباشره، تاخدي وتدي معايا علشان تطلعي بمهاره عقليه او مهاره سلوكيه، او انت فاكره لانك شاركتي لكن بتسمعي. ان شاء الله احنا قعدنا حضرنا محاضره جميله قوي، لا الدكتوره بقى وضحكنا وسمعنا غلط، لازم نشارك. طيب يلا مين تقول لي ايه ممكن يكون سبب؟ يلا اتفضلي. ضعف التواصل والحوار. الله، ضعف التواصل والحوار يجيب مشاكل. لما يحصل ضعف تواصل طبعا عايزين حد هنا متبرع يجي ياخد. تراكمات. قصدك مش هنتعاتب. ممتازه. ايه كمان؟ مفيش تفاهم. وحده. الله اكبر، ما يدفع عليكي. خلص الزواج والوحده. اخد الجوايز كلها. ايوه والله. ايه زي ما تيجي بقى. عندنا هنا البنات ما تبصوش انت. الوحده. لما ما يحصلش حوار مش هنتعاتب. لما يبقاش فيه كلام هبقى عايشه لوحدي، ويجي بقى خرز زواجي، هو بيجي ما بتكلمش، ياكل اللقمه، هينام، هيمشي، يروح، خلاص خلصت الليل على كده. طلاق صوت. ايه كمان ممكن يسبب مشاكل؟ لا وضحي لي. عدم الرضا، يعني الزوج مش راضي اللي زوجته بتعمله، والزوجه مش راضيه بالاثنين، مفيش رضا بين الطرفين. دي نقطة خطيرة جدا. اختلاف الطبائع يا دكتورة، يعني اختلاف الطبائع وعدم التكيف الآخر. يعني عدم تكيفه مع بعض. طيب خلينا أعطي هنا عشان اللي بيشارك، كل اللي هيشارك هي. جميل. خليني اتكلم في حته عدم الرضا دي. عدم الرضا كل واحد مش راضي عن التاني، تفتكروا ليه؟ ليه الزوج ما بيبقاش راضي عن اللي بتعمله زوجته؟ مش شايفه؟ ولا اعتاده؟ مين تجاوبني على السؤال ده؟ شكلي اعتاد. فبقى شيء طبيعي يعني. انت بتعملي ايه؟ انت شايله الدنيا في دماغك يعني؟ اصبح الامر عاده عنه، انت مش مؤثر خلاص، هو كل يوم بيشوف الروتين ده والروتين ده هو موجود فخلاص. ازاي ممكن نعالج القصه دي ان هو اعتاد؟ نحرمه عشان يعرف الافكار. نحرم الزوج ان هو فما خلاص عشان يعرف. مين يقول لي حل؟ نشاركوا معانا. انا عايزه افسر نحرمه، ما برضه عايزين نسافر يعني، خليكي ماسحه برضه. دكتور حاتم هند من نوفمبر. ايوه هو يطلع يبلغ لفوق. انا عايز اسيب لكم المجال براحتكم. مش هيفتن علينا للي فوق. لا مش هفتن يا دكتور. ازاي نفسر لحلم جديد بس باطار شرعي، ويبقى لنا لا يكتب في ميزان سيئاتي ولا، ويبقى صح، وما يجي ربنا يوقفني. بس المشكله في ايه؟ خلي بالكم المشكله في الزواج ان كنتوا هتسالوا تقولوا ايه؟ المشكله في الزواج ها؟ الوسطية. دي أهم شيء. الحاجة التانية إن يكون أنا أبقى فاهمة شخصية زوجي هي إيه؟ النمط الشخصي، لو أنا فهمته صدقا يعني ده حل. الموضوع الحرمان، أنا مش هحرم لأن أنا مش في إيدي إن أنا أحرم، لكن أنا هسدد وأقارب، يعني أعمل مرة والمرة التانية هو يحس إن أنا ما عملتش، فيجي يسألني فأقول له والله أصل أنا كنت تعبانة.
ما خدتش بالي مش كده، ما حضرتش الفطار عشان تعرف. طب ممكن يكون ده يعني ايه حاجه كده نوايا بتسد، لكن ايه اللي يخلي الزوج يشوف ويحس فعلا ان في الامر في حل على ده؟ ممكن هو يشتري معاك ان انا اعطيني حق ازاي؟ لا انا مش عايزه ابقى، بص ما توصفونيش ادوني اقول لي اعمل ايه، انا واحده ولا فاهمه حاجه في الجواز، قولوا لي اعمل ايه. اول حاجه ان انا مثلا انا ادي لنفسي حق، هو خلاص اتعود ان انا اللي بغير الانبوبه، انا اللي بعمل كذا، وانا اللي بعمل كذا وكل حاجه، خلاص انت بتعرف كل حاجه. لا خلاص انا مثلا معلش انا صايمه ومش قادره اعمل حاجه، احطه قدام الامر الواقع ان ما هيجي فجاه يلاقي البيت من مش هيلاقي الاكل معمول، او مش هيلاقي الاكل معمول، ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ انا عايزه زوجه 10 على 10، لا يجي عليها غلطه ولا يجي ولا تتقعد في جلسه من الجلسات اللي بدري الصبح يتقال اصل هي قصرت وانا جيت وكنت شغال دوام 12 ساعه ما عملتش. انا عايز مين يقول لي الحل وادعيلها؟ اشركوا يا دكتور، الله اكبر. ايوه كده، اشركوا غصني عليه لما يعمل شيء. ايوه كده، ايوه كده. يعني مثلا انا لا استني بس بقى ما اغير الانبوبه مره، اوقف من هنا تيجي حاجه توقف. اه انا عايزه كده، الله سبحانه. عندنا حاجات حريمة دلوقتي. هشارك المشاركة، بصي 90% من الحل. طب اشارك ازاي؟ توزيع المهام يا زوجي يا حبيبي، الله يبارك لك، لا يا ربنا يديك الصحة والعافية، ولا يحرمنا منك ولا من ساعدك. شوف العضلات والمدارس اللي عايزة لها انا عايزاك تخلصي الأبوبة، موضوع الأبوبة، موضوع بس اللرفه في العاليه دي. ولما يعمل حاجه ما طلعش فيها الاوضه متفطسانه، يعني جاب لي جزر مش حلو زي اللي انا بجيبه. اخس ايه ده؟ اسمك ايه؟ جزاكم الله خيرا. ام محمد. ام محمد، اللهم اغفر لاختكم ام محمد، قولوا امين. زوجها الجنه بغير حساب ولا صدقه عذاب، واحنا معاها، قولوا امين. ولما يعمل لما جاب الغراء وبعدين اتضحك عليك والجنب جدا، انت جايبها باضعاف الاضعاف، اقبالي. لما يجيب ولا لما يعمل امدح وقبال. عايز اقول لكم معلومه جميله جدا، ولو المحاضره دي هتتسجل او تكتبوا ورايا. الزوج زي الطفل، بيبقى لو شاف من الزوجه ودي حقيقه، وابن زوجك يا بنتي وحبيبك، ويعني في بينكم عشره، في بعض الزعلات والتكات ومش واخد باله، يعني في امور هنعالجها ونقولها دلوقتي، حاجات تحفه للمراه. لكن انا عايز اقول لك على حاجه اجمل، الطفل دوت لما يشوف منك، وهو على فكره بيبص الاخبار شيء داخل العين، ايه اخبارها، الجو ايه، نكت جاي وبوز ممدود ولا مفروده وبتضحك، بيبقى مستني التقدير منك، مستني يشوف اللي عارفين كده ضحكه عينك، مش ضحكه وشك، ضحكه عينك. ولما يجيب كتر خير، ايه ده افتكرتنا، والله الله يبارك لك، وجبت كذا وعمل ده، وقفت في الطابور ده، انت اتفضل. طب لو جاي الدكتور عليك ايه؟ ده هو انا ما بجيبش؟ وانت يعني ما تتزعلتش عليا لما جبت زعلي؟ لا ما انا ببدأ اهو، انا مش بتريق. على فكره اللي زي ما انت عندك قرون استشعار بتعرفي هو بيقول ايه وبيصدق ولا بتاع، هو كمان نفس الكلام، انا مش عايزين نتصرف، انا عايزاك بطبيعتك ويبقى شايف. الله يفتح، احس بفرحه قلبي، هو بيبقى منتظر كده. احنا بنقول لو الزوجه ما اتمدحتش وما اتقدرتش وما اتشكرتش ضاعت بجد حقيقي، يعني ضاعت. وفي الزمن اللي احنا فيه يعني لولا يعني اقول مثلا حب الله عز وجل ودين وعفه كان زمانها راحت في اتجاه تاني خالص. ليه؟ لان مش في ذئاب ليل، ده في ذئاب ليل ونهار وفي روضه وفي ناس داخله. الله، ايه اللي التعليق التحفه ده؟ والله ده انا كنت دايما لعلمك كلمتك اللي كتبتيها دي، دي اللي كانت يعني انا كنت مستنيه، اصلحت بيا يومي كله وصليت كل الصلوات. انا مش هنقول انهم هيقولوا كلام ولكن بيخشوا من المدارك. فلولا الله سبحانه وتعالى زوجه صالحه تخشى الله عز وجل كان في طرق، مع زوج لا يقدر. لكن زي ما هو زي ما انت محتاجه الامر ده، هو كمان محتاجه، ومحتاجه لما ياتي الراجل. يعني كنت سالت مره مجموعه، مش صراحه كنت ناوي اعمل كده، هي كانت شريحه على 300 زوج. طبعا يعني النسبه في اي بحث بتاع 300 مش عدد، يعني تطلعي 3000 وهكذا. لكن ما في حد من ال 300 الا ما قال ليه تزوجت على زوجتك؟ ليه كتبت عرفي؟ وليه كتبت زواج شرعي؟ وليه تزوجت؟ قال لي مش انا اقدر اعمل هنا واعمل هنا واعمل هنا، ويا زوجتي جدعه وتشيل ورايا. اسمعوا كلام،
جدع وتشيل وراه ونفس الوقت التانية اللي محتاجة وملهاش غير وسبب كلمة أنا بتكلم اللي هي علشان مردود النفس للزوجة الأولى خلاها تقبل. إحنا ضد الكلام يعني لا تسعى مسلمة في طلاق أختها لأن الموضوع ده حديث خلاص تزوج خلاص سامي الموضوع الأولاني خالص اتكلم على إيه التانية محتاجين حسسيك كده يا قطة نوبك ثواب يا أختي عشان خاطري ما تحسيك انت اللي هنا وانت اللي هناك وانا ماليش غيرك وكتر خيرك وتسلم تقولي ما الحاجه بايظ مش مهم المهم ان هو اجتهد دي نقطه مهمه جدا في حاجه تانية في موضوع المشاكل خلينا ناخد نهج نبوي كده في حل المشاكل النهج النبوي اول حاجه الحوار لازم يبقى فيه حوار طيب هو احنا بنعمل حوار يومي او جلسه للعيلة أو جلسة ليكي أو الجلسة الملكية هنتكلم عليها بعد طبعا الرجالة ونتكلم لكن هل في كلام ده ثابت في روتينك؟ محدش يجاوب عشان أنا عارفة تقول لك لا أنا عادي محدش يجاوب أنا عارفة القصة وعارفة اللي جاي يعني لو هنلاقي ألف هنلاقي منهم اتنين تلاتة هما اللي بيعملوا كده لازملك ودي أول حاجة أول خطوة عملية لازملك كل يوم 10 دقايق بس هو أصلا المخ بيفصل بعد 10 دقايق عايزة أقول فأي كلام بعد 10 دقايق ما عشان كده انا احنا بنعمل ايه في المحاضرات التفاعليه تفاعل بدل ما تسقطوا مني 10 دقايق اكلمك اقول لك عايشك يوم اسمها معايشه اليوم لزوجك 3 دقايق العيد ده و3 دقايق العيد ده و3 دقايق شكرا لكن ما بقاش عارف ابني هو ابنك في سنه كام وانت مش عارف ابنك في سنه كام لما تبقي عامله قطتين ولا تبقي اي حاجه ولا الكحكه اللي ما بتتفكش ولا اي منظر ما هوش شايف ما هوش عايش ما مش عايز انا عايزه بس كل يوم 10 دقايق ممكن يكون تقول لي ما فيش مواضيع قول انت كمان اتغزل فين قول اي حاجه نتكلم في اي حاجه ركزي معايا نقرا الملك سوا ها نقرا الملك سوا او الله اجتماع على طاعه ده شيء اساسي للعيله شيء اساسي يصلي بينا سنه الفجر وينزل المسجد بالاولاد يا يصلي بينا الركعتين قبل ما قبل النوم يا ركعتين القيام ده ولا بصي لا هتلاقي شياطين انس ولا شياطين جن هي دي الفكره لكن في الاول وفي الاخر معايشه معايشه لازم زوجك يبقى عارف يومك فيه ايه انا فين هو فين من يومي وهو فين من اللي انا مريت بيه يبقى 10 دقايق رقم 2 على رسلكم ما هو لو في حوار والمعايشه هيبقى فيه على رسلكم ايه على رسلكم كلنا عارفين القصه النبي عليه الصلاه والسلام يطوف على زوجاته فكان يوم السيده صفيه فتاخر لان كان الصحابه يستنوه عند بيت السيده مين السيده عائشه جيبوا الهدايا بقى وبتاع وقعدوا يشتكوا من القصه دي فغارت راحت له استاذن خلاص خلص الصحابه وخلص اللف وخدها وهو ماشي مجلببه باسود وماشيه معاه من بعد صلاه العشاء الصحابه معديين قال لهم على رسلكم هذه صفيه زوجي توضيح لا صلنا هنا يعني اكيد حد من العيله هنشك فيك يعني تنب الشيطان بيجري من ابن ادم مجرى الايه؟ فوضح النبي عليه الصلاه والسلام في موقف وهو زعل منه بص والله بص انا اجتهدت اخطات الله عز وجل بيدي للمجتهد المخطئ اجر فانا اجتهدت واخطات مش عيب نقطه كلمه اجتهدت واخطات دي فيها جزئيه مهمه جدا ايه هي؟ ايه هي؟ الله مين اللي قالت؟ ماما اللي قالت تعالي خدي الماما ده الادب والماما دي هنا لبنتك؟ اهو دي الماما ودي لبنتها ان شاء الله يلا بقى لماما الصغير عشان دي الماما؟ الاعتراف الاعتراف لكن لا ازاي؟ كابر عن كابر ازاي يحصل كده؟ ده انا الصح وانا كذا وبتاع وهو ايه يعني؟ ولا يمكن يا ستي ليه ده حتى الحديث ليه في ايدي اخوانكم ليه خلينا نخلص ونطلع من القصه دي انا اخطات ما فعلا ما كانش صح كده لا كان المفروض ارجع لك في حاجه زي كده لا ما كانت بس انا قلت اتصرف وانت عارف ان انا حاميه بس مش هبرر قوي لان التبرير هيوقعك في دايره ايه في غلطانه وفي العمل لا جزئيه كده ونخلص يبقى اول حاجه على رسلين توضيح انا بوضح الامر ده انا عملته بنيه او الامر دوت انا كان اجتهادي فيه بالشكل الفلاني بس الله النقطه الثانيه نقطه ايه مين يقول لي بعد ما اوضح
نتفق بقى في نظر وهو بقى نتفق على بعض. الرضا بقى بالمعطاء، الرضا باللي انا قلته، مقتنع مقتنع باللي هو قاله، مقتنع او ارضى باللي هو قاله وخلاص بعد المشكله يعني ما فيش على المشكله. او نسمع وجهه نظر ما نقعد او اسمع وجهه نظر مش تمام ما نقعد نزقاوه المشكله تاني يعني بعد خلاص عدي المشكله يعني خلاص عدت. اطلع من ده مين الغلطان؟ اوعي بصي خسرانه 1000%. اطلعي من دايره مين اللي غلطان؟ حصل خلاص انت هنا وانا قلت انك اجتهدت وحصل اطلعي بقى بره تبرير ومين اللي غلطان؟ تأجيل النقاش في ساعتها يا دكتور مش هي اللي لازم ان انا احلها في ساعتها، لا اجلها لحد ما يبقى في وقت. استنى في نقاط بتحتاج ان احنا نتغافل وفي نقاط لازم تتوه اللحظه. ليه؟ لان هتحصل نفس الغلطه يومين فاحنا لازم نتفق. يبقى اول حاجه على رسلكم، تاني حاجه اطلع بره دايره التبرير ومين غلطان، رقم ثلاثه نتيجه بقى من المشكله اللي احنا لا ارجوكوا غمضه حتى ترضى. ما ينفعش نبات زعلانين، ناقوس خطر. عارفه كده نقار الخشب اللي عمال بيهد في بنيان البيت بس من تحت مش باين مش باين. اللي لا ازوقه غمضه ما تعديش الا واللي احنا كده. بص انت هديك فرصه لان احنا بشر، وهو لو انت زعلان انا هديك فرصه لزعل المشاعر براحتك. فقدامك لبعد صلاه العشاء ونتصالح. مش شرط الامر ينتهي بالعلاقه الخاصه عشان هو الراجل عنده فكره في الدنيا دي والمراه عندها هسس في الجزئيه دي. المراه تحتاج مشاعر يعني مش ساعات من هو بيقول بحبك وانا اسف بالعلاقه يعني اجتمعوا على حاجه في النص. المهم لا ارزوك غمضا حتى نبقى مرضيين. والله ما تتحل عين بنوم الا اذا ايه؟ اذا انت راضي. طيب ما رضاش بعد العشاء ومقموص تمام اوكي خلاص القاك فجرا بقى وده اخر وقت. ما مرضاش ما زعلش، ما انا رحت له وما رضاش وردني وقفل السكه وقفل الباب وقال لي يلا انا وراح في اوضه الاولاد. ولا يلزمنا الكلام ده. ليه؟ ليه؟ اصلا الموضوع ما فيهاش كرامه بالشكل المميت ده. زوجك يا بنتي اوعي تسمعي كلام المهسيسين الايام دي. اوعي والفيمينيست اوعي وريله وريله واعرفي اه ماله ما يعرف قيمتك بالذوق والادب والاحترام والتقدير. جميل انه يعرف كده، لكن ان احنا اتمادى فيها وهو كده وخلاص جيت لك مره وانتهينا. لا ده زوجك، ولو انت مش موجوده في 200,000 ومليون بره اللي بتعمل سندوتش ده. انت انا عارفه ان انت والصاحبه لا ده مش عايزه اقول لك السندوتشات والمحاشي بتعمل ايه بالقصه دي. ولا ومالك؟ طب لا الزرار، طب الدبوس، طب الدنيا. انا شفت منظر مره والله ولا انساه في مكان حكومي في 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 بلدنا يعني. ربنا يردنا سالمين غير القضايا ولا مقصرين ولا فاتنين ولا مفتونين على عزه ونصر قولوا امين. فشفت منظر رهيب كده يعني الراجل قاعد الموظف لا بيه ولا عليه، وبعدين قاموا قالوا اللي مش عارفه في اصلاحات هنا فجي الناس بيصلحوا فطلعوا من المكاتب والموظفين واقفين كده. الست سايبه الكريدور كله، سايبه الشرقه دي كلها وجايه تمشي هنا وتدوس وتحتك بالبتاع وتدوس على الجيب وهي ماشيه. انا هسكت مش عايزه اقول لكم عملت بيشوفوا بلاوي بيتعرضوا لبلاوي وما بالك بقى الصيف طالع والعزيم بتاع الدنيا هيصه يعني. فايا كان او في العمل او اللي تقول لك وماله. فاتكلم بنت موت مره في جامعه عليا تقول لي فلان تلفونه بنتعرف في مكان، قالت لي انا فلان الفلانيه زوجه فلان. قلت لها فلان كذا، قلت لها لا انا عارفه زوجته ولا انت انا انت مش هي. قالت لي لا انا التاني. وبنت وهو تقول لك محترم وخلوق ودين واجيب منين راجل محترم وكذا، اجيب الشباب اللي لسه مش عارف يبهدلني لا وكذا وكذا وكذا. فبقى في الدنيا هيصة ودين علامات الساعه فجت تجد ال 50 امراه قائمة يعني هيصة. بقول لك كانت الاحصائيه كل واحد له اربعه، لا ده يعني من سنتين ثلاثه كل واحد قدامه 11 فيعني ايه عنده تبادلات. ما بقولش كده علشان كده، لا مش عشان كده، عشان هو زوجك يا بنتي. وارجع للكلمه دي وما تنسوهاش مني لو هطلع من المحاضره دي وانتوا فاكرين الجمله دي. زوجك يا بنتي حبيبك ابو اولادك في بينكم عشره، ممكن يكون يعني
مقصر شوية، هنعدلوه مش هنسيب القصة كده. يعني الدنيا مش تمام قوي معاه في الزمن، ولكن انت اللي عليكي. مش عايزه اقول طبعا احنا اللي بنقول لهم مش كده، ماشي الرجاله اللي قاعده تكلمنا، احنا لما نيجي نكلم الرجال نقول لهم مش كده، نقول لهم انت الراجل، انت صاحب الخطوه الاولى وانت كذا، بس ما هي دي الطريق للخطوه، مش مقموصه وقاعده ومعصبه لك ستيته فوق في راسها وجاي. لا، عندك اوبشنات الله عز وجل اعطاها لك، استخدميها مش عيب. انا انثى عيشي انوثتك شكلا كلاما وروحا وسمتا، مش عايزين نقارن. وكل مره امل، السلام عليكم منوره. مش عايزين كل مره نيجي نقول إيه الجاليه الفلانيه والجاليه العلانيه وفي كل مكان. يعني لولا احنا طلعنا ما كناش اتعاملنا مع اللي شفنا. الرقه، الكلام الطيب تقبرني عيونك. انا عشان طب ولا دايماً عنا. ايوه طبي تجول اللي داخلين على الخط ولسه بنتكلم في الموضوع ده، مش بس السوريات واللبنانيات وجمال الرد، مش الرد، جمال الرد. احنا محتاجين، احنا جمال قوي. لسه كان الدكتور حاجه بيقول انت اصيله، المراه اصيله. وانا اقف معاه واعمل كذا واروح واشوف ابدا واستحمل واشوف ودوب يبص بتطلعي في عينك واعمل ايه عشان خاطر تساعديه في اللي هو فيه. مصريات اكتر من اي شعب. تمام، لكن انا عايزه، المشكله مش في الاصاله. ايوه جمال الرد، مش الرد، مش فن الرد برضه، لان فن الرد ممكن اديك رد مسكت مسكت يسكتك يعني ما تعرفش ترد. لكن لا، انا عايزه جمال الرد. هو القاضي شريحي لما اتجوز زوجته كان عشان ايه؟ جمال وذكاء الرد. جمال وذكاء الرد، انا عايزين جمال الردود. لما قالت الجاريه جابت له ميه، قالت لا لا، ده باين عليهم اثر سفر وتعب، هات لهم لبن. جت على الوجيع بقى المعده والبتاع، وخدت بالها ان احنا تعبانين وبتاع. وده الكلام ده، الجمله زي دي زمان مع المراه، لا ده حاجه حلوه. فلا ازوقه غمضا رقم ثلاثه، مهيد الطريق له. ما اقول له اخرك العشاء، خلينا العصر العشاء. ما جاش اقول خلاص القاك فدرك، وتبقى شعارنا كده القاك فدرك. ما فيش. طب لما يرجع، وما يرجع يبقى في استقبال، ويبقى في مهيد الطريق. لا ازوقه غمضا حتى طريق. اخر حاجه، نواياي معاك. لما تحصل مشكله نواياي معاك. الفكره مش في المشكله، فكرة ان احنا عايزين نكمل، انا وانت احنا عايزين نستمر ونكمل. والاستمرارية وتكملة الامر، ابقى شايفة انا وهو في المستقبل مش في الحاضر، والمشكلة وعايشين بقى في دايرتها. اصل امك قالت بقى انت جيت على خزنتين واختك كذا، وهم الناس غالية عندك ولا لا، وانت بره ومع اصحابك وبتطلع وسايبني وعامل كل القصص دي لها حلول وهنقولها. لكن انا في اصل المشكلة. الاربع حاجات دول ما تنسوهمش، ما تنسوهمش، دول نهج. سواء ليه في موضوع ان احنا ما بنرضاش نخلي المشكله، وانا عندي يعني صراحه يعني اقول مشكله ذات شخصيه جوايا، لما اشوف امراه ويجي لي زوج ويقول لي ست شهور، انا والله انا اعمل ايه؟ ما هو يا عم انا مش بتاع الحرام كده، انا خلاص عديت العيب وعديت العمق وخلاص. ست شهور تأدبيه ببعدك عنه. طبعا كل واحده فيكم فاهمه انا بقول ايه. ليه؟ في امور ينفع ان هي ترحل، او حد هنا قال نتغاضى، الله يفتح عليك، لكن في امور لا يمكن. ومعظم الامور 99% اوعي تنامي وزوجك زعلان. ليه؟ عشان هو زوجك. لا اقل تاني، انا بتكلم في الحته اللي تخصنا كحريم المشاعر. زوجك يا بنتي ما انتش في نديه معاه، بالعكس كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. الاصل المراه على دين زوجها. المراه والمراه مش ده مش انتقاص ليكي، نبقى دكاتره واساتذه في جامعه وكلمتها، ولا بتبقى سفيره ولا وزيره وبتاع والكلام ده بره. لكن بعد جوزها، والله انا اعرف اخت عندها 6 اولاد، انا كنت واخداها قدوه الاخت دي، الله سبحانه وتعالى يكرمها من الصالحات. حمله طبيبه هي، وحمله لكتاب الله، وكادر جامعه هي، ويجي اللي قدامنا. يعني هي تبقى كده الساعه 12 وهي مخلصه مثلا حرارة، الساعه 2:15 الدكتور جاي،
فتتصل حد عندكم مش عارفه ايه جاي الزبده خلصت حد يجيب لنا مش عارفه ايه وكذا وبتاع. الساعه 2 يجي زوجها وهي كانت لسه في المحاضره معاها وتخرج. مش بقول كذا طبعا بتجيب حد يساعدها ممكن امور ثانيه. لما قررت ان هي تاخد قرار شجاع اولادها بيضيعوا ومش المربيه اللي هتربي خدت قرار وخدت اجازه. طب تقعد ساكته ما تعرفش ان العالم زي ما ينفعش تقعد ساكته. قامت جايه فتحت مقراءه قران معاها جازة حفص من الفجر بعد ما لحد اذان المغرب المقراءه شغاله وهي خلصوا حفص ودخلوا على شعبه خلصوا قاموا جايين فاتحين القراءات العشاء. عيالها حامله لكتاب الله يتكلمون اللغه العربيه يعني اريد خبزا قلت لها ما شاء الله طب انا عايزه اقول ودي الزباله فين قول لها سيانه القمامه خش عايزه افتكر كلمه الزباله يا ابني وفي قلب عند زوجها شوفي هي لها شانه ورنه في قلب الجامعه رئيسه قسم والله ما بارك وكذا وكذا وعند زوجها وانا اللي بكلمها في التليفون وانا عارفاها واحنا ايه انتيمات طب استاذنه حاضر لما كده وارد عليكي. قلت لها يا بنت ماشي عشان بس اللي بتاع قدامك قالت لي لا لا ما استاذنه. انت عارفه هي علمتني ايه؟ فوقي رجع لي النقطه بتاعت فوق وانا كمان وهي كمان استاذنه برغم ان هو مديها اذن مفتوح ولكن ايه هي لما ترجع له في حاجه كده ودكتور هلا سمير كلمتني وبتاع ومش عارفه ايه لا والله لو مين اما استاذنه الاول احنا عايزين السمت ده سمت انك تبقي زوجه صالحه وقاعده جوه مش قلب والغرفه الملكيه في قلب زوجك انت جوه عينه ما بتتغلطيش لما يحصل حاجه طب حق طب ما هو قصه كسرني طب انا هقول لك على حاجه اصله بصي ما بيقوليش كلمه حب طب اصل هو طب ما تعلمي لا ما الحاجه ما بتطلبش غلط دي من المفاهيم اللي قالوها لنا في المسلسلات والافلام غلط الاهتمام ما بيطلب مين اللي قال الكلام على المجانين لا الاهتمام بيطلب وانا بشم على ظهري ايدي اعرف مها انت بتحب الشوكولاته ولا الايس كريم انت لا ما بتقلش ممكن يكون مش شاي ما عرفش زوج من الشباب الحديث الزواج اللي هنا وفي مجموعه كده بتاع حوالي 20 شاب اللهم بارك فيهم يا رب يطلعوا صالح كده جمال كده يقول لي دكتوره انا يعني افرحها ازاي؟ قلت له اسالها ما تسالنيش قالت لي ما انا مش عايزه اعمل تقول ايه ما انت عشان انا قلت لك قلت له هاتها لي بقى فهمها وبعدين اسالها بقى الاهتمام بيتطلب هو هيعرف احتياجك ازاي اذا زي انت عبرت عنه بس هي مشكلتنا مع مش الله يفتح عليكي الله يفتح عليك التعبير يعني ما اجي اطلب منه المصاريف مين تقول لي افضل جمله لطلب المصاريف والفواتير وبتاع مين تقول لي يلا يا عمران جميل مهما قالت انا ممكن اقول مثلا الله يرزقك من حيث تبتسم يعني الله يرزقك نبتدي بالدعاء حلو كل اللي هتقوله جميل ربنا يعوض عليك يلا انت جميل قولي اللي رفعت ايدها ورا اسقلنا دي جمله العقل بيرفضها اقول لكم ليه بلاش الجمل لا وصعب بلاش الجمل اللي المخ يستقبلها ان فيها ثق لا 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 مين اللي قال الكلام ده يوسف انا عايز دينار 10 الله يعطيك دعاء برضه تمام حبيبي الله يكرمك محتاجين كذا حبيبي الله يكرمك محتاجين كذا 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 ممتاز ممتاز اتفضلوا ها ايه كمان حد من العيال ودي وسيله برضه دي وسيله على فكره ممتازه ودي يلا ها في كمان مين اللي جاب رزقك الله من وسع محتاجين كده اه يعني الدعاء وبعدين نقول الطلب حلو اتفضلي ممكن انا اشارك اللفظ يعني ما يبقاش ادفع الحاجه الفلانيه او اعمل حاجه الفلانيه اه بلاش بلاش صيغه الامر ممتازه 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 يعني مثلا في الاسكندرانية بيتكلموا بالجمع احنا عايزين كده احنا عايزين بالجمع
مش انا. لا حلو حلو الموضوع ان مش انا دي. لان في ازواج عندهم هسس من اللي انت عايزاه. عايزين نفعل فواتير. عايزين نفعل. خليني اجمع ما بين في فكره جديده. البيت مش لان اطلع بره الدايره. بس احنا بنصعب علينا القصه دي. بس تعالوا نجمع ما بين الافكار اللي انتوا قلتوها. حمل العيال، سرح العيال، عند بنك التصريحه ومنزقاهم واقفين. طبعا في استقبال للزوج على فكره. في استقبال للزوج واستقبال يومي. وما ينفعش يبقى اصل بيجي اتنين بالليل ظبطي حالك. واحتسب عند الله قومتك ونومتك. هو بيجي في الوقت المتاخر ده معلش ظبطي اعملي ثلاثه سيدنا ابو الدرداء وبنته وزوجته. يقسموا الليل تلت الحلو اعمليها كده وظبطيها على كده وربنا هيرزقك. الصحة والعافية والقوة مش بالحاجات المادية ولا نايمة تمن ساعات مش بكده ديننا ما فيهوش الكلام ده. في إذا أويتما إلى فراشكما بس خلاص يبقى قوة فيما بعد. واحتساب يا رب استعين بك وعباد الاستعانة المنسية أنا لا أعملها. تعالوا جنب نحمل عيال ونسرحهم واستقبال أبوك. في زوجات والله أعرف بيوت لما أديتهم محاضرة قبل كده وفي زوجات ألفوا نشيد استقبال. وفي واحده مش عايزه اقول لك بتجيب ايه وبتاع ماشي انتوا فاهمين بتعمل ايه لا والله بتعمل كده على الحله وبتاع هو جاي باستقبال رايح واستقبال جاي اوفر ده اوفر حلو وماله اما افور معايا من الزوج وماله اما يشوف مني اقصى الله يكرمك انا عندي زوج صالح زوج لا مش بتكلم عنه وبرضه انا عندي صالح وطيب الله يصلح حاله لك اعرف زوج صالح كرونا بقى بالراجل اعرف زوج صالح يا رب يجمعنا على خير وامين ويرضيه بقى يعني اهم حاجه يرضيه عني اعرف زوج صالح وجيبوا زوجه مقصره اتكلمنا معاها مره واثنين وثلاثه وهي فاهمه ان الكلام ده عيب وما يصحش وما ينفعش امراه تعمل كده اي كلام وكلام فاضي ما انزل الله به من سلطان اللي انتوا بتقولوا ده مره دخلناهم على جروب نساء تقول لك ايه تستغفر قلت لها طلعوها طلعوا مره تقول خرسومه تخشش بجروب النساء زوج المهم فالراجل خلاص جاب اكون مليونير قال لي بصي انا اللي هبحكسها حقها وهديها ضعف مضاعف وهعمل لها كذا وهجيب لها 200 جرام من الذهب وشوفي شوفي لكن خلاص هتزوج قلت له طب سيبني بس معاه لا خلاص ما سيبني ما بتسمعش بسمع هي رافضه هي رافضه خلاص لقيته بعد اسبوعين قلت لها خلاص انت حره قالت لي حره خلاص وانتهينا على كده فامر حيوي وراجل صالح مش عيب حرام هو ايه المشكله تقول لك لا ما عيب خلاص جه بعد اسبوعين تزوجت انا قلت بقى خلاص تزوج قال لي لا انا ماليش في موضوع التجويز يعني عايز تتجوز تاني ابعد عني يعني مش لكن قصتي اصلح لك انا لكن شوفي لي وثانيه وثالثة لا اشوف لك اولى لكن ثانيه وكده الا في حالات نادره جدا يعني يبقى خلاص ها لكن جه وتزوج قال لي لا قلت له ليه يعني اتصلحت قال لي لا طب ايه من الاخر بص قال ايه الصوان القوام مش عايزه الكلمه دي اللي قالها دي اقتداء بمين سيدنا جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قال له ردها رد حفصه الصوام القوام هو ده مفتاحي ما اجي نتكلم في اي حاجه عن الزوج والمشاكل والاولاد ملناش غيره على الاخر هو الزوج اللي احنا بنحبه وهو مطنش وانت ليكي عماله تحري على نفسك مشاعره وبتدي ولا الاب ولا الام والام شوفي كذا وبعيطي يما ما بتهديش ليه وشكلك بطلتي بقى ولا عيالك اللي انت هاريه نفسك عشان الله يا بنتي عز وجل الله يجيب لك زوج الجرجره لحد كده لحد يجيب يفتح لك قلب زوج يقول يخلي الغلط اللي انت بتقوليه بردا وسلام عليه وعلى اي حد فانت حالك مع الله ايه؟ ما حدش يرد لكن كلميني وقولي لي حالك ايه مع صلاتك عامله ايه؟ فجرك رايح فين يا بنتي؟ نور الوجه راح؟ ها بركه البيت في القران وصار عامله ايه؟ انت فين؟ عايزه زوج وعايزه رضا وعايزه بيت وعايزه صلحي علاقتك بربنا يصلح بينك وبين العباد شوفي اصلح بينك وبين الله يصلح بينك وبين واستقيم مع الله يستقيم لك الكون كله انا لسه كنت بحكي لمجموعه من الاخوات
احسبهم كلهم يعني هم كلهم حمل كتاب الله وكلهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الحسن والحسين. ونتكلم على موضوع العالم الزادي. عالم شبهنا بيبقى لهم كده حال معرفش احنا ممكن نقطع ده من الفيديو بيبقى لهم كرامات يعني وانا شفت عليهم حاجات كتيرة سواء الدعاء تدعي كذا يجي زوجها يقول لها انت عملتي انت دعيتي عليا اوعي تدعي عليا اوعي تدعي عليا لهم حال لهم حال تام مع ربنا موفقين والله. في مره من المرات اخت منهم يعني كنا نطبق كنا عايزين نحيي كل مره كده حاجه ما بتتعملش يعني قلنا مثلا تطويل السجود اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم قولوا الولاد جننت ما بتردش على حد شويه لكن هم لهم يعني ايه تفكير كده. واحده منهم في سجودها والله اشم منها ريحه المسك وانا عارفه ان دي ريحه النبات يعني اعرف الريحه دي كويس يعني اشوف شم منها ريحه المسك قلت لاخواتي ايه اللي ايه ده تعالي هنا قولي لنا بقى ايه اللي حصل لك النهارده ولا نويتي ايه ولا عملت ايه. حال مع الله يا اخوات حال. انت مين؟ انا زوجة فلان شكرا. انا ام محمد الف نهار مبروك. انا الدكتوره الفلانيه العلانيه اللي جسدت هباء المنصور مالناش دعوه بالقصه دي الا ما كان منه طاعه ولا كذا. انت مين؟ انا صاحبه قيام الليل. انا 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 صاحبه احياء سنن النبي عليه الصلاه والسلام. انا صاحبه الحجاب والعفه والطهاره والصدقات. انا بتاعت الصدقه الخفيه. انا بتاعت العمل الخفي والخبيئات مع الله سبحانه وتعالى. عملت يا رب. بصوا بقى الجمال يا رب بحق ما بيني وبينك يا رب ما تيجي بينك وبينه حال. لما يجي نقول كان الناس بيقول لك ايه ده يعني هو ربنا اه خير صاحب طبعا خير انيس انت الصاحب في الصف طبعا الله عز وجل. اما يبقى لك الحال ده مع الله يا رب مش شرط تقول يا ما انت اعلم بحالي بقى وغني عن ايه طالما انت راضي راضي بس ما تجيش بقى تقول اصل فهمني غلط اصل دايما عاملني اصل دايما كذا انت شوفي ما مش ما والله ما الزوج خالص ولا العيال خالص ولا الكلام ده خالص. الله سبحانه وتعالى الله الاول في الاخر هذا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم يا رب بصلاح الحال. ويلا نتلقى الاسئله. رقم واحد رقم واحد بهيئ بهيئ العقل الباطن للزوج. انا هقول لكم بقى الجلجله اللي احنا بنعمله. العقل الباطن للزوج لاستقبال ان احنا في قاعده للاصلاح. لكن احنا بنعمل ايه في الصوره؟ مش حصل كذا ما انا كذا ولا بررت ولا عملت بس ده غلط يا ريت ما اعملش عشان ده بيزعلني وخلص خلاص امين امين شكرا. ده صفر صفر مش فاكر حاجه. انا مش كنت قاعد لما كان ثبت الغسيل مش فاهم والله ما ويحلف ايمانات الله هو صادق وهو صادق مش فاهم فاهم ولا فاكر. وهي تحلف تقول لي كذاب الشيخ اللي حافظ القران يا انت الزبيبه في دماغك وانت صحيح وهي تحلف وهي صادقه هو ناس هو مش شايف مش فاهم الحاجات دي عنده متعلم اصلا ربنا خلقه كده خلق عقله ايوه اسمعي بقى لو انا عايزه منك لو انا عايزه منك مها الاول عايزه منك صوره مجمعه من اخر القاعه. لو انا لو انت عايزه فعلا الغلط ده ما يتكررش عندي اللي بقول لك عليه واسمعي كلامي يوجك سواء. اول حاجه مش انت ليكي جلسه للعيله احنا ما اتكلمناش طبعا على الجلسه الملكيه انا بنتكلم عليها بعدين. الجلسه اليوميه 10 دقائق جلسه العيله انت وعيالك وعاملين الافلاك والمحاشي والحاجات والتسالي والعصاير وكل حاجه. ده كل اسبوع بنعمل فيها انجازات التربيه والفيدباك وعملوا ايه والمفروض فينا ايه والعيال يطلعوا دول وكبار. عندهم المهارات الاجتماعيه ويتكلموا. وفي الجلسه الملكيه زوجك عايزه كل يوم ده ماليش دعوه، لكن في يوم في الاسبوع بتاعك بتاعك انتهى بالامر الخاص انتهى ما انتهاش مش مشكله، كلمني قول لي امتحني شوفني هو كده غذي المشاعر وغذي الجسد ده ولا تستغني عنه وبعمل بيه اسقاط ذهني على راسه كل يوم او كل اسبوع لا يمكن قعدتي. فما يبقى بره ويعمل ويرجع لا ده الساعتين بتوع زوجتي ساعتين ساعه زي ما تيجي. طيب في غلط حصل عشان ما يتكررش اسمعني عشان ما يتكررش. رقم واحد زوجي الله يصلح حالك ان شاء الله في الجلسه بتاعتنا بتاعت اخر الاسبوع احنا هنقعد كده 10 دقايق في موضوع ايه مفاجاه مفاجاه لا ما هتقولي دلوقتي لا 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 مش مناسب عشان انت فاهم لازم نبقى في القعده
وما تعملهوش في اليوم الخاص بيك. اوعي لا يبقى عنده صورة ذهنية يا دي النيل على اليوم ده ليه ربطتيه بمشكلة. لا وقت تاني خالص. زوجة الله بيحك فاضل تلات ايام على الميعاد اوعي تنسي. يا ستي ما تقول ابدا ده مفاجأة بقى ما بس اوعي تستجيبي للضغط ما تقوليش. خلي بالك بكرة انا بعمل ايه؟ المخ في حاجة فهيئ دماغه لاستقبال حاجة. اليوم دوت انت حلوة ونظيفة وشكل حلو واطيب بطيب الماء يا ستي لو مفيش برفان اي حاجة. تشتغل على الحواس الخمسة والصوت واطي. الصوت واطي عشان هو يجي ايه؟ يجي عشان هو يجي يقرب مني. ها ايه بتقولي ايه؟ انا عايزاه يعمل كده. انا عايزاه يجي يوطي كده. بتقولي ايه؟ صوتك واطي. هيقول لك علي صوتك. وماله وانا جايه جنب ودنك. امر الفلان اللي حصل انا طبعا عذرت اكيد لك بغزر عنك او كده بس فعلا اذاني في 1 2 3 بس انا طبعا يعني انا عارفه ان انا هتكلم معاك وكده انت هتراعيني لان انت على راسي وفي عيني وانا براعيك فبس انا بستاذن منك تبقى بالشكل الفلاني بس عشان انا فعلا بكده اي مصيبه دي اتقبلت ما هو عارف بقى 15 سنه في غوريلا في البيت فايه اللي حاصل؟ قولي له يعني اهو حضرت محاضره كده وربنا هداني كده قولي اي حاجه اللي بقول لك عليه اسماعيل طيب قال اصل انت لا ما بعتيش ايه وعي تستجيب عارفه الغلطه اللي بتقع فيها الحريم تستجيب للاستفزاز فتقوم جايه مبرره تقوم جايه خلصت هو ممتاز جدا فرحان تتنططي قدامه وعماله تبرري وتوضحي في غلط حبيبي حبيبي مش تجبرني بقى بقصص دي حبيبي انا والله ولا هقول كذا اللي انت عايزه بس انا بس بقول لك على ده عشان ما بقاش جوايا ايه بطيخه قرعه كده وبعدين نحدد بيها الناس بعدين يعني بقول لك عملت نوع من الاسقاط عملت نوع من التهيئه واطي ما استجبتش للاستفزاز اوعي حاجه اسمها المثير والاستجابه للمثير اكبر غلط بتقع فيه المستجابه في اداره الغضب اكبر غلط ما تستفزي ولا تبرري ولا الكلام ده قلت له كلمتين خلاص اقلبي انتهينا الامر ده بقوله وانا زي ما قلت لك انا شغاله على الحواس الخمسه تمام الحواس الخمسه دي هي عالي الحواس الخمسه ديت ايه الشكل تمام الشكل واللمسه هاتي ايدك انا ماسكه ايده واي كونتاكت وعامله اتصال في العين لازم زي ما بقول لك كده لازم اوعي ما تعمليش الكلام وبعدين اديله فرصه بتاع حوالي 5 ثواني ساكتين وبصه في عينه منتظر رده الفعل اللي في دماغه ما تعلقيش يبقى انا كده عملت ايه؟ انا اشتغلت اداره تمام؟ واشتغلت انوثه واشتغلت منطق وعقل وده دماغ الراجل الدغر اللي بيبقى كده الراجل السيده ده بس وايه؟ واعذرت الى الله طب اتكرر حبيبي عندي اخر الاسبوع في كاس عندنا كده يحصل ايه تفتكر عارف اللي فيها الله يرضى عليك طيب ناخد كمان سؤال بنت مراهقة 16 سنه كانت على دين وانتظام بالصلاه وقراءه بين الحفظ والقراءه ممتاز وفجاه تمتنع على الصلاه وتبدا باسئله عن الله ولماذا نحن موجودين بالاساس تمام ما ينفعش تعيشي من غير اسماء الله الحسنى ده الف ب ما ينفعش اعيش من غير ما اعرف ربنا اللي انا بصلي له وبحفظ له ده مين؟ مين الصمد؟ مين اللطيف؟ مين الودود؟ مين الرب؟ اسم الله الرب. مين الثلاث اسماء الجامعه؟ الله والرب والرحمن وايه صفاتهم؟ وايه اثر القلب المردود عليا؟ ما ينفعش الدعاء باسماء الله الحسنى سحر سحر بس تختار الاسم اللي يناسب الحاله اللي انت فيها وقبل ما توصل البنت لحاجه زي كده لازم اعرفها مين ربنا اللي كانت بتحفظ له والعقيده بتدرس من ايه؟ من 3 سنين. قبل ما ناكل بسم الله وقبل ما نشرب بسم الله بسم اجمل شيء اتعلم فاكرين ده؟ لما تيجي تسالني وانا قلت لكم بحكي دايما على قصه البنت اللي عندها 5 سنين والله هذا حصل. وقرابه عندنا قرابه درجه ثانيه. وولد ابني بيعلمها اللعب على التاب ولا شفتي ازاي بقى علمتك؟ قالت له والله كاذب 5 سنين. والله كاذب الله علمني. وعلمني. التاني يجي احنا هنفطر هنسحر عند خاله زوجي هنسحر عند خاله بقى وكذا وبتاع ده احنا كنا عايزين اندوم قلت له دعيت انا صح اللهم نسالك اسمك الرازق الرزاق ان ترزقنا اندوم الله يسلمك 6 سنين انت
تيجي بنتي شاملين الريحه استغفر الله العظيم. انت تقولي كان السوبر ماركت هيقفل فقلنا نجيب قبل ما نعمل وعملوا حل للهي كلها. ايه اللي اتغرس عندك؟ عقيده. ما ينفعش ام لا انت لما تعرفيش وشوفي شوفي المدارس شوفي كذا ان شاء الله تعملوا هنا في دورات ولا محاضرات اسماء الله الحسنى كل يوم وكل شهر خدي لك اسم وعيشوا بيه. طيب السؤال زوجه دايما متوتره وفي كل الامور وعلى اعصابها وزوج عكسها الله عز وجل راجل له جنه صراحه. حاجه اسمها تمرين التنفس. معلش اسمعوا معايا الامر ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو انت واقف ولا لو قاعد نام لو كده قوم اتوضا. ايه اللي حصل؟ تغيير المكان. عايزاكي بلاطه بس. اتوترت ولقيتي نفسك كده بلاطه مش هقول لك هتتغيري اول مره. انت ممكن بعد ما في نص الخناقه دي ما عملتش الخطوات او بعد الخناقه ويبقى المره اللي بعديها بس ركزي. تمرين التنفس باخد على اربع عدات واكتم عدتين واطلع انفخ الشم على ثمان عدات. تاني بتنفس وباخد واملأ القفص الصدر على اربع عدات واحد اثنين ثلاثه اربعه وبعدين اكتم عدتين وبعدين انفخ الشم ما بطلعش من غير طلع من بقي على ثمان عدات. بنعملها مع العيال قبل ما يناموا عشان يناموا. لو عملت التمرين ده خمس مرات اول ما تصحي مش هتقومي على السرير. قبل ما تنامي هتنامي وتروحي وهيناموا. بعمل عدد ذبذبات المخ 120 80 بيتا الفا سيتا دلتا. اوصلها في السيتا كام؟ من صفر لاربعه. عشان كده لما بنعمل الكلام ده قبل الاولاد قبل النوم ونحفظ قران بقى ونقول سلوك وقصه الامل ما تنتساش. ليه؟ لان عدد ذبذبات المخ بيصغر. حاله استرخاء تام. لما تتربي على التمرين ده مره اثنين ثلاثه انت واولادك هيجي ساعه التوتر بيحصل حاجه اسمها ايه؟ الرابط الذهني. ايه الرابط الذهني او الرابط الشرطي دوت؟ ان انا ساعه ما اعمل كده مش انا لما هقول الراجل فانا عماله اتنفس وانفخ وبتاع ويا الجنه. لا ما هو الموقف انا لكن مره تعود عليه مره في مره في مره من 7 ل 21 يوم التعويد والتدريب. بعد كده لما باجي المخ بيعمل ايه ساعه بس ما اعمل كده ايوه الله يفتح عليك. خدنا للحل ده حل. الحل الثاني كلام النبي عليه الصلاه والسلام او ده الحل الاولاني ثم الاولاني. اسيب المكان اروح اتوضا استغفر اصلي على رسول الله السلام اقرا قران دي فعلا من الحاجات المهدئه للناس اللي لها حل مع كده. تمام. النقطه المردود الاخير الله يبارك لك معلش ما تزعلش مني وانا غلط اصبر عليا وان شاء الله ربنا هيكر عينك بيا اصبر عليا وانا ان شاء الله بديله ايه؟ ان انا بتغير ان انا بعمل اللي عليا باخد بالاسباب وان انا مش قصدي اضايقه يعني الله يفتح عليك. اخر حاجه بستعين بالله سبحانه وتعالى اللي بقول لكم ده اسباب مين ربنا؟ يا رب بقى عيني بقى وخليني هاديه وكله كده. دكتوره ده هو اللي بيضايقها بهدوء وده مش هي اللي بتضايقها. الله يا سلام على قلب الموازين يا ست الله يسلمك. ما هو المفروض اصل حضرتك اصل حضرتك بتقولي ان هو له الجنه، جنه ايه؟ ده هو هو يعني هو بيعين الشيطان على زوجته سبحان الله. تعالين. طيب هي متنرفزه متوتره ومتعصبه وهو صابر عليها. احكمي انا سيبك احكمي. لا طب ماذا لو كان هو كمان عصبي؟ طيب اتخيل المطافي كل ثلاث دقائق يعني انت انا بس عايزه اوصل لك الصوره. هي متوتره وعصبيه وما يترتب عليه صوت عالي ممكن الفاظ ممكن تعمل كذا وقت العصبيه قرارات كلها وقت الغضب اوعي تاخدي قرار. بصي مركز اتخاذ القرار عامل ايه في المخ بعد وقت الغضب لكن وقت الاسترخاء كل الكلام ده لو انت حكم في الموضوع ده للهادي ولا العصبي؟ عمر العصبي ما ياخد قرار صح. عمر العصبي مش هيطلع منه كلمه فالته. لكن رحمه الله عز وجل ما دي برده من ضمن المفاهيم برده. يهديها يا دكتور يعني يهديها. ما هي بتقول فعلا كده بتقول هو عكسها دايما تمام هو اللي هادي. بس يهديها مش هادي في نفسه. قصدك ان هو هادي هادي في نفسه مش عايز اقول الكلمه بس زيها يا دكتور زيها تولع هو زيها تولع طز. طب صلى على رسول الله السلام عشان دي فيها غلط مفاهيم. صلى على الرسول. هي كده وهو هادي والكلمه اللي مش عايزين نقولها وبتاع وبهدوء ومنرفزها وما بيهدهاش مين وحسن؟ لا كل بص بص هات هات كل نفس ايه؟ كل نفس ما تروحيش الله يفتح عليك. معلش اعانى الشيطان عليها اعانى الله لا انت مصممه تغلطي ايوه لا 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 انت مصممه تغلطي الراجل قومي اديها على مين عشان ترتاح يعني لا لا
سبحان الله والله لو طبطب عليها لا انا هسال يا دكتور يعني اكيد هو مره عايزه انت عايزه ان فؤاد غضبها يرضيها يعني احنا بنقول كده يرضيها لما برافو عليها يطبطب عليه حلو الطبطبه على فكره من الاساليب التربويه والحضن من الاساليب التوفعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مستحيلش مش كده تقول لي ايه ايوه بحس ان طبطب على مين النبي حتى هذا الله يفتح عليك على الجزع اللي كان بيخطب عليه فلما قالنا احتضنه صح ولا لا ولولا انه احتضن فضل يهن اليوم القيامه فانا لما يبقى قدامي واحده قنانه مش عايزين الزنانه لان لو واحده قنانه طبطب عليه وده حلو يدي بيدك مش هي قالت كده ليه يدي بيدك احنا ما قدامناش رجاله دلوقتي نقول لهم لكن انا نفسي بقى في حاجه ماشي طبعا يعني عايزها الدكتور حد ده انا نفسي في حاجه انتشر بوست على الفيس وهقول لك انت تقصدي ايه انتشر بوست على الفيس البوست بيقول ايه انا طلبت ان يبقى زوجي بالمواصفات الفلانيه 1 2 3 تبقى حاطه كذا كل التعليقات من الذكور مش من الرجال من الذكور وانت عملتي ايه عشان تطلبي ده انا متوتره وهو يعمل ايه ابعدوني بره الدايره دي ابدا اسمعي كلامي الصالحة التقية سيبك من الصالحة والتقية عند الله لأن ده سقفنا الذكية الناصحة الزوجة الناصحة اللونة اللي تعرف مش عايزة أقول مش رجالة كنا اتكلمنا اللي تعرف فعلا تجيب الراجل كده وتحطه جوه قلبها وعينيها بالطريقة هو لما أنت المفروض تعمل لسه عشان خاطري اطلعي بره القصة دي خالص لكن احنا لما نيجي نكلمه دكتور انا بتكلم على حاله التوتر اللي هي فيها مش هو سببها هي طبع فيها مثلا بس انا مش عايزه اوصل لها وانت عملت ايه عشان تهديها قبل انت عملت ايه هي لازم تشتغل انت عملتي ايه فانا بقول لك اللي ليكي لما اكون جنب الشنب هقول له اعمل وسوي اوعى تمشيه استغفر هقول لكم على حاجه ثانيه انتوا عارفين الوش اللي بيجي على الفيس طلع قدامي اسمعني بس ده جابه في انا معرفش طبعا مين الممثلين لان انا من زمان حتى من وقام مش ملتزمه ما كنتش بتفرج على العربي ممثل راجل لابس طاقيه ممكن تكون للناس اللي بتتفرج تعرف صلى الله عليه وسلم وبنت وانت 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 عامل 3 مليون وانت عملت وبعدين ايه انت يا وانت عملت زعق ومين اللي كان قافل تليفون ومين اللي ما بيردش وانت وانا مش وعماله تزعق 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 بالظبط بالظبط دقيقتين ونص هو الفيديو 3 دقائق وفي الاخر قام جاي ايه قام جاي هو قايم كده زي ما بقول لكم كده قام جاي قايم وقام جاي متداير لها وقام جاي مسك قال لها بحبك خلاص خلاص الدنيا ده اللي انت بتقوليه لكن رقم واحد انا اشتغل على نفسي لازم والله عز وجل لا يحدث التغيير انا نفسي تفهموا النواميس ولازم الراجل يبقى ذكي يا دكتور يعني تاني. كل رجاله وهي بقى بس خلينا نكمل اسمعني بس عشان عارفه حاجه كده خلينا نكمل لازم الله سبحانه وتعالى يشوف التغيير منك والسعي مش مهم تكوني اتغيرتي اسمعي كلامي ولا المهم تكوني اتعدلتي الانسانه الهاديه الريلاكس اللي كذا لكن الله يشوف منك الايه الخطوات فيعمل ايه يغيره ويعين بتجهدي ولا زينا جهاد وفينا ايه؟ نهار ابيض هتبقي هاديه ولا لا نهب بالتوكيد ومش السبل اللي انت عايزاه ده سبل مين؟ وختمها انت والله ايه؟ لا مع مين؟ المحسنين يعني مش العدل يعني مش زي الثانية اديله لا ده احسان هو ده الفكره نقطة بقى هو غلط ماشي يا عم ما بتعرفش تطبطب ما بتعرفش تقول ده نقول ولكن دي الخطوة تبع لكن الاصل تمام بس لا احيانا بيبقى يعني الموضوع فيه مسؤوليه هو بيبقى هادي والامر فيه مسؤوليه انا شفتك فين قبل كده شكلك مش غريب عليا يلا اول مره شكرا فيعني بيبقى الموضوع فيه مسؤوليه فيه مشوار فيه ميعاد مهم فطبعا غصب يعني غصب عن ايه ده هو في كده؟ في يعني في اللي بتستناه عقبال ما ينزل المشوار؟ يعني في ميعاد مهم جدا وهو هادي ممكن يعني بتحاسب مثلا ساعه كويس والله دي اضافه فدي غصب عني عصبيه ومتوتره دايما غصب عني يعني الموضوع دي مشكلة كبيرة جدا هل ممكن نعبر عن احتياجنا للامر الخطا السلوك اللي حصل منه بافضل من العصبيه؟
ماشي هو فيه بس ازاي؟ هو انا عارفه ازاي احنا مش شايفين لكن لا قبليها قبل يستني احنا ما عندناش دليل ان انتوا ساكتين كده ها ما عندناش تصورات ومحاكاه لسلوك لما يحصل كده ايه امثل سلوكنا عشان كده دي فايده المحاضرات التفاعليه ونشوف اخت تقول كذا ودي تقول كذا دي تقول كذا ها بواقع الخبره وواقع الامر لكن ده مش معناه ان ده افضل تصرف لكن الخطوه الاولانيه عليا ويرى مني السعي والجهد اصل انا ما بتعاملش بص هي معاملاتي كلها مش البشر دي لك نواتج وبعد كده يبقى هو خلاص هو لو جه وضاع المشوار اعوضك والله ما تزعلي طب انت بس قولي انت كده طب هاتي راسك ابص خلصت خلصت هو الحريم بيحتاج ايه يعني مفتاح هو يعني انا مش هو هو مش هيعمل ده طب محاضره بقى ثانيه مفتاح الزوج احنا لا مفتاح الزوج الهادي يعني الناس كلها بتتكلم عن والله العظيم الزوج الهادي ده نعمه يا دكتور حبيبتي انت قصدك على قلبه مراوح ما يبقاش هادي لان هادي صفه اللي على قلبه مراوح اللي مطول في الامور تعبان ما هو لازم ده عرضه ايه المرض الاساسي تعبان اليوم ده فاهم عايز ترتاح ايه رايك نخلي ده ونخليه في تاني يوم طيب اسمعيني اسمعيني طيب ايه السبب ما هو انت على قلبك واربعيني مش ده القصه عارف اهو مش دي القصه مش ده الواقع الواقع بستنيها بالساعه قالت لي في المول هروح على ان سي وراحت لي لففت لي المول كله وعملت اهو متفقين على 300 ليره صرفنا 2000 ليره اهو مش عارف ايه بيبقى في حاجات كده الاصل الاصل هو ده لكن الدنيا معكوسه عارف العواطف كلمه مالك مالك فيك ايه طب ايه اللي جت بلاش النهارده ضغطنا عليك احنا ممكن ناجلها نختار الوقت اللي يناسب إيه ابني بيسمع افلام اباحيه تطبيق واعي وتعمل محاضرات للرجال ومتابعه انا مش هكمل طبعا حلو ده في حاجه ايجابيه ما بتركش صلاه ده ممتاز جدا ده ممتاز هتنهاه لكن لازم معاه حد متابعه سلوكه وامر بيبقى زي الادمان زي الادمان هو واخد الامر بالشكل الفلاني متجوز ولا غير متجوز بيبقى متجوز ونفس المصايب خطوات تمام ولو كده تبقى محاضره خاصه نتكلم فيها مع الزوجات ازاي تعالج لو زوج ابتلي بهذا الامر لكن تطبيق واعي بيمشي معاه بخطوات موجود على التليجرام ومحاضرات ولا المنصه بتاعت واعي على الفيسبوك يعني عاملين شغل علمي محترف ما راي حضرتك فيما حدث من حكايه الاسماع اتكلمنا على موضوع حكايه الاسماعيليه لا جدعانه ولا الكلام ده بس في نقطه هي اتصالحت خلاص المحكمه لا تحكم بما لا يطلبه المدعي هي قبلت على نفسها ملناش دعوه ماليش دعوه ده عشان ما نخشش في ان احنا بنتكلم على ناس هي رضت اطلعوا بره انا راضي وانت راضي ايش دخلك بينا قاضي هي رضت ادعو الله سبحانه وتعالى يكون الامر اللي حصل ده يعني ارصد ودن له ويهيس بعد كده حلو ما بيعنديش مشاكل لكن ان يتاثر وده اللي انا اتكلمت فيه انه يتاثر ان ده جدعانه واصيله وان تنضرب ومال وبقى لنا 30 سنه بنضرب في بيوتنا امال يعني هو لو ما عملش وده الكلام اللي اتاثر ثلاث جمل دول اللي اتقال لو ما يتنرفز في صاحبه يعني يفرغ غضبه في صاحبه ولا يجي يفرغ فيك لا لا ضرب قط ولا قبح قط النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الوجه ده القاضي الشرعي لو لقى كده علامه ولو شتم ولو في سب بالكلام يغرم غرامه ماليه عليها دي كارثه لكن النقطه كمان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ضرب الحيوان فما بالك بالانسان لا واللي تيجي مفتوحه 18 غرزه واللي تيجي مقطوعه لا 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 لكن يتاثر ان دي اصلانه وجدعانه ما فيهاش اي اصلانه وجدعانه من الست خالص امنعي الاذى اول مره وغضب والكلام ده بتنبيه يا ابن الحلال ده خط احمر عندي وقعدت رجاله ولا يمكن يعني الضرب وصل الضرب في قلب البيت راح الاحترام والتقدير باظت الجوازه باظت الجوازه تقول لك انا جيت في لحظه والله وسمعتها من زوج انا جيت في لحظه انا عرفت ازاي ممكن واحده ممكن تقدم على القتل قلت لها استغفر وصلنا لكده ليه؟ اذى حقيقي وتعالي شوفي بقى ديت في تربيتك يا عيل نانا جميله والله وتعالي تعرفي عندنا ايه؟ الله تعالي ها خدي هاتي هاتي توكه جميله هاتولي العيال دول اربيهم هاتولي الله واحده ديت وكمان ديت شكرا طلوعه خلاص
فاهمين الكلام ده؟ ناخد اللي بعده، فما يجيش يتأصل ان ده لا مش ده مش ديننا. صحيح. مش ديننا. النبي على السلام من احد الناس عائشة. من الرجال ابوها، يعني كانتش هي يبقى ابوها، يعني مش كده. مش السؤال بس، عندي نقاط صغيرة تجعلني سعيدة في حياتي يمكن تنفيذ الاخوات. الله، اسمعوا اسمعوا الجمال بقى. لابد من جلسة يومية للحديث عن يومنا كله. جميل. في السفرة والانشغال حلو. العبادات المشتركة ممتاز جدا، ركعتين ولا صلاة على السلام او التسبيح في الفراش. لا يخرج من البيت واحنا زعلانين، ممتازه. انا حتى الزوجه دي ابوس راسها، ابوس راسها، اوعي تطلعيه زعلان عشان الفتكات وعدلات اللي بره. اوصله لباب البيت مع الخروج واستقباله تحفه جدا جدا. ما بتحدثش وقت الغضب، ده ممتازه، احييكي على كده. تقسيم المهام ده مهم وكتابتها شيء مهم. يعني احنا دلوقتي اللي داخلين على جواز بعد كده بتقول لك احنا بنكتب في العقد الصفحتين الفاضيين دول بنملاهم اللي براحتك. الاتفاقات يبقى عليك وعليا، لكن جاي وقت هو تعبان وكاش اشيل، لكن ما يبقاش سمت ودينومه عشان ما نوصلش للكلام. لو انت ما اديتيش قيمه لنفسك ما تطلبيش من غيرك انه يديها لك. ما قلنا كلمه وتعاتبنا عليها، سواقي لنفسك. لان ساعات ما تبقوش شايفين انا الصالحه، انا الطيبه، انا وكذا، وما تجعلني على خزائن الارض. هو عارف ان في القيمه دي. إيه وانت ما تعرفش مقاييس الجمال ويسقطيها عليكي، ده ده لو ما عارفين حاجه، شايفين حاجه في القصص دي، الا اذا كانت بقى فتكات وعجلات بره شافوا شغلهم وانت كنت نايمه في القصه دي. لا، نعيد. اعاده التدوير مهمه، تمام. النيو لوك مهم جدا، ان انا اتكلم واقول مميزاتي مهم جدا. ولو جذبنا على الجلسه 10 ايام، الجلسه الملكيه، جلسه العيله، انسي القصه دي، حتى لو بتعملوا محاشي خلاص. الاستمراريه في الامر والمحاولة. احنا ذات نفسنا ما بنكتسبش الخلق الا بعد مره واثنين وثلاثه. وانا جه النهارده هتبقى خلاص طالعه وقت الغضب ده، ان شاء الله ما بتغضبيش، لا طبعا، ولكن هتفتقد. ثاني مره هتنفذي 1%، ثالث مره، وهكذا فتره فتره لحد الله سبحانه وتعالى يا رب ما ايه ما يجزاكم الله خيرا. ان شاء الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا الله.